بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا تغيب ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله. سبحانك ربي لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك ليس كمثلك شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا، ضمن هذا البث المباشر نطل عليكم مع هذه الحلة الجديدة. نتمنى أن تقضوا معنا أسعد الأوقات، نحن في خدمتكم. نستفتح برنامجنا لليوم مع آيات بينات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك علما طيبا ورزقا متقبلا وعملا متقبلا. الذين اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وإليك النشور. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أذكار الصباح. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. مشاهدين من جديد، نرحب بكم ضمن هذا البث المباشر، ونحن في هذا المباشر أركان وفقرات عديدة بانتظاركم. ونحن في هذه الأيام المباركة والتي تشهد فيها الجزائر انعقاد القمة العربية، نسأل الله تعالى أن يجمع شمل العرب والمسلمين، وأن يجعلهم حصنا منعا وأمة مترصة. ونحن أيضا في هذه الأيام المباركة أيضا نشهد الاحتفالات والاحتفاء بالذكرى العزيزة علينا، ذكرى اندلاع الثورة المباركة المجيدة، والتي كانت عنوانا لحب الوطن والذود عنه والوفاء. نعم مشاهدينا، يأتيكم فقرات أذكار عفوا صبح. يعني برنامج ركن نفحات إيمانية عفوا، نتحدث فيه من خلاله عن حب الوطن بعد فاصل إنشادي.
بلادي حبوك يا بلادي حبوك يا زينة البلدان حبوك يا بلادي حبوك يا بلادي حبوك يا زهرة الأكوان حبوك يا بلادي حبوك يا بلادي حبوك يا زينة البلدان حبوك يا بلادي حبوك يا بلادي حبوك يا زهرة الأكوان الاستعمار ورجعتي حرك الاطيار حروك من يد الاستعمار ورجعتي حرك الاطيار رجعتي حرك الاطيار ورجعتي حرك الاطيار حبوك يا بلادي حبوك يا بلادي حبوك يا زينة البلدان حبوك يا بلادي حبوك يا بلادي حبوك يا زهرة الأكوان حبوك يا بلادي حبوك يا بلادي حبوك يا زينة البلدان حبوك يا بلادي حبوك يا زهرة الأكوان حضارة وعزة في الأوطان علو في البنيان حضارة وعزة الأوطان حضارة وعزة في الأوطان حضارة وعزة في حبوك يا زينة البلدان حبوك يا بلادي حبوك يا بلادي حبوك يا زهرة الأكوان حبوك يا بلادي حبوك يا بلادي حبوك يا زينة البلدان حبوك يا بلادي حبوك يا بلادي حبوك يا زهرة الأكوان حبوك يا زينة البلدان ويبقى حب الوطن راسخا في نفس كل واحد منا مشاهدينا نجدد لكم التحية يلقاكم ركن نفحات إيمانية وموضوع حب الوطن بعد الفاصل أهلا بكم مشاهدينا نستضيف وإياكم بالأستاذ زكريا عبد اللطيف أهلا بك أستاذ أهلا وسهلا ومرحبا تحية عطرة طيبة لكل المشاهدين الأكارم في هذه الصبيحة الطيبة المباركة بالأستوديو الجديد الجميل المنور إن شاء الله شكرا منور بكم العفو. أستاذ شكرا نعم موضوع حب الوطن سيشكل اليوم موضوع حديثنا ربما شكل حب الوطني إبان الثورة التحريرية يعني كان القاسم المشترك بين المجاهدين والثوار والمواطنين آنذاك كيف استطاعوا من خلال حب الوطن أن يحرروا أن ينالوا شرف الاستقلال نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أول ما نتكلم عن هذه الجزئية المهمة جدا، نعم، بأن هذا حب الوطن هو فطري في الإنسان، نعم، بل أقول فطري عند المخلوقات جميعا، نعم، يعني نجد هذا حب الوطن وحب من تنشأ، أين نشأ الإنسان وأين ترعرع، حتى موجودة حتى عند الحيوانات، نعم، نجد بأن الأسماك في البحار تقطع الآلاف الكيلومترات ذهابا، نعم، ثم تعود إلى وطنها، نعم، أيضا الطيور المهاجرة نجدها يعني أيضا تهاجر إلى أماكن أيضا بآلاف الكيلومترات، نعم، ثم تعود إلى عشها وإلى موطنها. أيضا الحيوانات، حتى النملة يقول لك العلماء يعني تخرج في الرمال وتقطع وتصعد فوق الصخور ثم تعود إلى وطنها. فهذا حب الوطن، هذا جبلي وفطري في الإنسان، ما كاش واحد يقول لك أنا ما نحبش الوطن تاعي، هذه مستحيل، هذا يعني راه يخالف فطرته. فأي إنسان لابد سواء قالها أو لم يقلها يحب وطنه، وكما قال الشاعر: بلادي عزيزة وإن جرت علي وأهلي كرام وإن ظنوا، أو كما قال يعني حتى وشحوا علي فهم كرام. وأيضا الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمة الله عليه، نعم، رائد النهضة هنا في الجزائر، سأل سؤال محوري وسؤال، نعم، جهوري أو جوهري عفوا، قال: لمن أعيش؟ علاه يعيش الإنسان في هذه الدنيا؟ نعم. فأجاب نفسه بنفسه، قال: أعيش للإسلام وللجزائر، أعيش للإسلام، وهذه أكبر نعمة، نعم، وهي نعمة الإسلام. يعني الحمد لله رانا في وطن مسلم. يتخيل الواحد من معايا لو كان نزاد يعني في الهند راه يعبد البقرة أو، نعم، يعبد النار وإلى غير ذلك، أو يعبد فأر كما راه يعني بعض البلدان. الحمد لله يعني ولد في بلد كرامة من عند الله، كرامة من عند الله، آمن مطمئن وأيضا مسلم. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وقال: أعيش للجزائر. وكانوا يعني أعود إلى السؤال الذي تفضلت، نعم، به، يعني كان يعني هؤلاء المجاهدون يعني ضربوا أفضل وأروع الأمثلة، نعم، في الجهاد وفي التضحية، نعم، بالغالي والنفيس. وهذه الثورة التحريرية المباركة، نعم، التي سنحتفي إن شاء الله بذكراها بعد أيام بإذن الله تبارك وتعالى، دامت 7 سنوات، نعم، وكانت فيها 1.5 مليون شهيد، نعم، 1.5 مليون شهيد من الشهداء، نحسبهم كذلك، وأن يتقبلهم الله، نعم، سبحانه وتعالى عندهم، نعم، من الشهداء. هؤلاء لماذا قاموا؟ قاموا من أجل هذا الوطن، نعم، قاموا حتى نعيش نحن أحرار. فهذا الدين، نعم، حفظ النفس، هذه أيضا من مقاصد الشريعة الإسلامية، ولكن مش غير الحياة فقط، وإنما حياة كريمة، ليست حياة ذل، ليست حياة إهانة. وكما قال عمر: ما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. فآباؤنا وأجدادنا رحم الله من مات وحفظ، نعم، الله من بقي وهم، نعم، قلة قليلة، نعم، قاموا من أجل هذه الحرية، من أجل مقصد الحرية، أن نعيش كرماء، أن نعيش أحرار، وطردوا هذا المستخرب، المستعمر، المستدمر الفرنسي، الذي يعني فعل هنا في الجزائر يعني أشياء يندى لها الجبين. فقاموا كل هؤلاء من أجل تحرير الوطن، والحمد لله بعد يعني 7 سنوات من الجهاد، 7 سنوات من الكفاح أو أكثر، نالت الجزائر استقلالها وأصبحت دولة مستقلة، أمرها بيدها، والحمد لله رب العالمين. نعم أستاذ، ما هو واجب الجيل اليوم للحفاظ على هذه المكتسبات ربما وإثبات حبه لوطنه؟ نعم، أهم شيء في هذا الأمور يعني من حب الدين، من حب، نعم، الوطن وحب الدين أيضا، نعم، أول شيء وأول شيء يفعله الإنسان كل من مكانه وكل من موضعه، بأنه يعني يثبت وينشر الأخلاق والقيم والمبادئ التي كان هؤلاء المجاهدين يعني يجاهدون من أجلها.
وكانت عندهم الثلاثية التي جاء بها المستخرب الفرنسي، وهذه الثلاثية ما إن سلطت على قوم أو على مجتمع إلا قضت عليه. ما هي هذه الثلاثية؟ هي التنصير، كانوا يدعون إلى التنصير والتبشير وإلى التجهيل، يعني كانوا يجهلون القوم وجعلوا من يقرأ هي جريمة، يعني جريمة القراءة، وأيضا التفقير، التنصير والتجهيل والتفقير. فجاءت جمعية العلماء المسلمين والمصلحون من بعد ذلك وقابلوا هذه الثلاثية بثلاثية أخرى: الجزائر وطننا، والإسلام ديننا، واللغة العربية هي أو العربية هي لغتنا. فمن واجبنا تجاه هؤلاء أن نحافظ على هذه الثلاثية، أن نحافظ على اللغة العربية، وهي قيمة كبيرة من قيم ومن مبادئ المجتمع. نعم نتعلم اللغات الأخرى، ولكن في بعض الأحيان الإنسان يخجل بلغته. فهذه لغة القرآن الكريم، فالإنسان يحافظ عليها ويدرسها. نجد يعني نجد في بعض الأحيان تعليم اللغات، نجد كل اللغات ولا نجد اللغة العربية، ونحن كلنا ضعاف في اللغة العربية. أيضا لابد من العلم حتى نحافظ على هذا الاستقلال، ويكون التطور ويكون الازدهار لهذه الأمة، أن نعتني بالعلم، وأن نعتني ونضع بين أعيننا ونصب أعيننا التربية والتعليم، ونبدأ بما بدأ الله سبحانه وتعالى به: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أيضا حتى نحافظ على هذا الاستقلال ويكون حبنا للوطن حقيقي، أن كل إنسان يتقن عمله. كل إنسان اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالموظف والعامل في مصنعه يتقن هذا العمل. دوام الساعي يبدأ في الوقت وينتهي في الوقت، المعلم في المدرسة، المراقب في الإدارة، الإمام في المسجد، المذيع أو الصحفي في مكان عمله، يعني كل في عمله يتقن هذا العمل، فيكون هذا الحب الحقيقي للوطن. ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية وخرجت هي واليابان مدمرة تماما، كان العامل الألماني بعد ما يتم 8 ساعات تاع العمل يزيد ساعتين من أجل وطنه. هو الحب الحقيقي للوطن. هنا ما نقولوا زيدوا ساعة ولا ساعتين، لا، نخدموا نعملوا الوقت تاعنا الحقيقي فقط. بهذا يكون التطور وبهذا يكون الازدهار للبلد. أيضا نقطة أخرى، لابد المحافظة على الملك العام والمحافظة على ثروات هذا البلد. يا إخواني الأعزاء، لازم نحيو هذه العقلية تاع بكري. هذه تاع البيلاك وتاع الجميع، وهذا يدي منا وهذا يدي منا، وراهم كامل يدي. لا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل إنسان سيحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه. أنا أقوم بدوري، أنا أحافظ على هذا الملك، هو ملك عام للناس. ألا نجد الآن للأسف الشديد الملايين المملرة في وزارة التربية تصرف على هذه الكراسي والطاولات التي تكسر للأسف الشديد. شوفوا هذو أبنائنا وليداتنا، ألا يفعلوا هذا الأمر؟ يعني كاين ذهنيات وكاين خلفيات أخرى لتكسير هذا الملك العام وإلى غير ذلك من هذه الأمور. فكل واحد يعني يحافظ على هذا الأمر، ولا ننظر إلى الغير. لا يكون الإنسان إما إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساء الناس أساءوا. لا، الإنسان عنده مبادئ يمشي عليها، عنده أطر، عنده خطوات يمشي عليها، ولا ينظر إلى غيره. يحافظ على هذا البلد ويحافظ على هذا الوطن، ويتفانى في حبه، ويكون حبه صادقا كل من مكانه وكل من منصبه. لا نأخذ شعارات فقط، شعارات نتغنى بها ونبكي على الأطلال، ثم بعد ذلك الإنسان تلقى يعني لف ودوران وغش وإلى غير ذلك من الأمور.
ربما رسالة نوجهها للآباء والأمهات لترسيخ هذه الفضائل في النشأ وفي أبنائنا ربما. نعم. هذه أهم شيء، يعني الإنسان أولا لابد أن يقتنع هو أصلا كان بزاف، يعني هو أصلا ما هوش مقتنع. واش هذه بلاد نعيش فيها؟ هذا وطن؟ لا، الإنسان لازم هو أصلا يقتنع روحه بالدرجة الأولى، ثم يقنع أبناءه مهما تكون الظروف، مهما تكون الحالات، فهذا هو وطنك، هذا هو مجتمعك، هذه هي أرضك، هذه التي تعيش فيها. مش كيف نقول هنا الإنسان يأكل الغلة ويسب الملة، لا، الإنسان يعني لابد أن يرسخ هذه الأمور وهذه المبادئ وهذه القيم وهذه الأخلاق في الأبناء وفي الجيل الصاعد، حتى نشوف للأسف الشديد بعض المعلومات يعني صغيرة عن تاريخ الجزائر يجهلها الأطفال ويجهلها الأبناء، في حين يعني في بعض الأحيان التقينا ببعض الشباب الفلسطينيين يعني يتكلمون عن تاريخ الجزائر وعن تاريخ الثورة الجزائرية، ونحن أبناء هذا المجد العظيم وهذه الثورة العظيمة ونجهلها. فلو كان يعني نبقوا على هذه الشاكلة ممكن بعد سنوات يعني ننسى هذا الكفاح وننسى هذا الجهاد وننسى هذه البطولات. لازم نعرفهم ببطولات هؤلاء الرجال، وكانوا شباب في أوج شبابهم وفي ريحان أعمارهم، فهؤلاء القدوة كيف ضحوا بالغالي والنفيس وما قدموه لهذا البلد وما قدموه لهذا الوطن. شكرا الأستاذ زكريا عبد اللطيف إمام أستاذ، شاركت معنا ضمن ركن نفحات إيمانية، نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله. شكرا جزيلا شكراً لكم. بارك الله فيك بالتوفيق. شكرا إن شاء الله. مشاهدي الآن نلتقي، نقدم لكم روبورتاج عن القيمة الروحية في ثورة أول نوفمبر مع الزميلة أحلام قطف، ونعود بعد قليل. الجزائر جوهرتي، هذه رايتي، إنه رمز وطني، أخضر أوطاننا، أبيضه أخلاقنا، أحمر دماؤنا. الثورة الجزائرية أو ثورة المليون شهيد اندلعت في الفاتح نوفمبر 54-900-1000. كافح الشعب الجزائري من أجل الاستقلال وإنقاذ البلاد، وقدم أبطال الجزائر أرواحهم فداء للوطن، فكانوا خير قدوة للشعوب كلها. يقصد بالقيم الروحية للثورة المجيدة والتزام المجاهدين والثوار بإحكام الشريعة الإسلامية من عبادات ومعاملات وتقوية لإيمانهم وتحقق وعد الله سبحانه عز وجل فيهم، فوضعوا شروطا، هذه الشروط مطابقة لما أتت به الشريعة الإسلامية، لما جاء به الإسلام، فلا يخالفونه أبدا، وأي مخالف لذلك يتعرض صاحبها للعقاب والحساب مهما كان نوعه. الدلالة على أن هناك قيم روحية لهذه الثورة أن ثورة المجيدة، ثورة أول نوفمبر، اعتمدت على رموز إسلامية، فاعتبرت الثورة كجهاد، واعتبرت المقاتلة مجاهد، واعتبرت القتيلة شهيد، واعتبرت الجريدة التي تمثل وتظهر أخبار هذه الأمة وهذه الثورة أنها صحيفة أو جريدة المجاهد، وهي التي ذكرت في عددها الأول وفي صفحتها الأولى فضل ومكانة الجهاد في سبيل الله عز وجل وفضل ومكانة الشهداء عند الله سبحانه عز وجل. تمجيدا لهذا التاريخ العظيم، اختارت الأستاذة بوحاجب بإحدى المؤسسات التعليمية تقديم مسرحية رفقة تلاميذها تحت عنوان أم الشهيد، إذ جسد كل طفل دوره بكل محبة وهم يفخرون بشهدائنا الأبرار على ما قدموه لهذا الوطن. مسرحية كانت تحت عنوان أم الشهيد، وكانت هذه تتحدث على الذكرى اللي رانا راح إن شاء الله نحتفلوا بها وهي عيد الثورة، وكان هدفي هو ترسيخ حب الوطن والقيم الروحية في نفوس المتعلمين.
قتيل. ماذا تريد؟ ماذا تقول؟ أنا لا أفهمك. ويا يا طبون يردفيس، ابن يحيى غير موجود، ابن يحيى مفقود. Fouillez toute la maison, ne laissez aucun endroit. On doit le trouver, il ne doit pas nous échapper. أمي أمي أنا خائفة كثيرا، هل سيقتلون أخي يحيى؟ لا تخافي يا صغيرتي، أخوك يحيى بخير. كان دوري في المسرحية أم الشهيد، واستفدت من ذلك حب الوطن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. هكذا احتفل التلاميذ بهذه الذكرى التاريخية المجيدة التي تبرز القيم الروحية الطيبة التي غرسها أبطال ثورة الجزائر في نفوس أبناء الجزائر. كم أنت غالي يا وطني، فيا نوفمبر جل جلالك فينا، ألست الذي بث فينا اليقينا. يعتبر إنتاج البرامج القصيرة والتلبيس الفني من أصعب الإنتاجات في قناة القرآن الكريم، ويتضمن مادة جينيريك الحصص والأحاديث النبوية والومضات المتعلقة بالبرامج اليومية والأيام الخاصة والأحوال الجوية ومواقيت الصلاة والإمساك والإفطار وغيرها. هو عمل يرافق بالضرورة كل إنتاج مهما كان حجمه الساعي، يستهلك أوقات الإعلاميين المشرفين على التصور والأخصائيين المنفذين في الإنفوغرافيا والتركيب، وتتطلب المادة الواحدة نقاشاً يبدأ من مدير القناة ولا ينتهي إذ يصل إلى المشاهد ويظل متكرراً وملحاً على سمعه وبصره. يخضع لمعنى الذوق، لأن صعوبة إنتاج الصورة المرتبطة بالمادة الدينية لا تتوقف على فهم الإعلامي للموضوع، بل تتجاوزه اعتقادات الناس وقناعاتهم، خاصة وأن ثقافتنا الإسلامية تتميز بجدل متشعب في مسألة إنتاج الصورة وما تعلق بها من مواد أخرى. ولأننا ننتج الثانية في قلوبنا قبل أن تراها عيوننا، فإن الدقيقة الواحدة قد تستهلك ساعات من العمل، ينشأ عنه حماس إبداعي يصل حتما لمشاهد يؤمن بأن الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر إبداع يتجدد، وأن ما ينبع من القلب يصل حتما إلى قلوبكم جميعا. نرجو أن تنال الإطلالة والحلة الجديدة لقناة القرآن الكريم إعجابكم. نرحب بكم مشاهدين من جديد. ركن ضيفي الضحى من بين الأركان القارة في برنامج ضحى القناة، نلتقي بعد فاصل قصير. نسعد مشاهدينا وإياكم باستضافة السيد الدكتور بشير غريب، أستاذ جامعي ونائب رئيس بيت الشعر الجزائري. أهلا بكم أستاذ. أهلا وسهلا، صباح الخير، شكرا على الاستضافة الطيبة. بارك الله فيك أستاذ. أنتم الآن أنت عضو فاعل في الـ نعم عضو فاعل في نعم معرض الكتاب عفوا المقام بالصنوبر البحري، نعم نعم بقصر الثقافة. هل لو كلمتمونا عن مجريات هذا نعم هذا المعرض؟ نعم طبعا، المعرض هذا أشرفت عليه وزارة الثقافة، نعم، بتنسيق مع الهيئة المنظمة
القمة العربية. طبعا يتزامن هذا المعرض مع صالون العربية وصالون الكتاب العربي يتزامن مع فعاليات ومجريات القمة العربية، إضافة أنه يتزامن مع ذكرى الفاتح نوفمبر، وفي حوالي 81 دار نشر لكل الدول المشاركة في القمة 81 العربية 81 عفوا دار نشر من مختلف الدول العربية، وأغلبها يعني دور نشر جزائرية. هي فرصة سانحة لكل الضيوف ولكل المهتمين بعالم القراءة والمقرؤية والمطالعة لينهلوا من هذه الكتب وليستفيدوا من الأعمال الجديدة التي طبعتها دور النشر الجزائرية وغير دور النشر الجزائرية. على هامش هذا الصالون هناك يعني ندوات وجلسات أدبية وقراءات في أعمال رائدة، يعني برنامج مسطر منذ يعني الخميس الفارط إلى غاية يوم الجمعة القادمة إن شاء الله. وهذا من خلال هذا المنبر أدعو كل مهتم بجلب معام القراءة أن يزوروا هذا المعرض وأن يستفيدوا من ندواته وكذلك من أجنحته المختلفة. نعم شكرا أستاذ. موضوعنا اليوم هو موضوع عن المقرؤية بين العزوف وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي. هناك عزوف كبير، ربما الجانب السلبي لهذه المواقع أكثر من ربما إيجابيته خاصة على أبنائنا. نعم، لما نتكلم عن فعل القراءة في حد ذاته لا نستطيع أن نقول هنالك عزوف. ما دام هنالك يعني الشباب اليوم والمجتمع اليوم قد خلق لنفسه بديلا مواقع التواصل الاجتماعي أو التطبيقات المختلفة وغيرها، نقول هنالك عزوف عن الكتاب الورقي فعلا. ربما أصبحت عدد المبيعات بالنسبة للكتاب الورقي ضحلة جدا، ربما قليلة مقارنة بما كان عليه في السابق. ولكن فعل القراءة والقراءة والمطالعة يعني بإمكان أي شخص من يعني أو شاب أو أي طفل أن يقرأ الكثير من يعني أن يمارس فعل القراءة مع اطلاع الكثير من يعني مواقع التواصل، سواء كان هذه المواقع يعني المسلية وغير المسلية. نعم. ما علينا فعله هو أن نأتي ربما بخطة مقاربة بين هذا بين العالمين. كيف نقنع القارئ أو كيف نقنع الشاب أو الطفل الصغير أو الفتاة بقراءة الكتاب الورقي، أو كيف نحول هذا الكتاب الورقي إلى كتاب إلكتروني أو ربما كتاب تفاعلي باستطاعته أن يستقطب ربما أو يهيئ يعني الرأي لقراءته. أرى في اعتقادي أن بالنسبة للفئة الكبيرة أو يعني فئة الكبار الذين هم مهتمون بالقراءة، لا أعتقد أنهم قد عزفوا عن قراءة الكتاب الورقي بشكل عام، ولكن يعني ربما عزفوا عن نوع معين من الكتابات، اهتموا بأنواع أخرى. عندنا مثلا في مجال الأدب يعني نقص ربما الاهتمام بجانب المسرح على سبيل المثال، نقص الاهتمام بالقصة، نقص الاهتمام بقراءة الشعر، ولكن أصبحت هناك اهتمام كبير جدا وولع كبير بالنسبة من قبل الشباب بقراءة الرواية على سبيل المثال، اعتبارا أن الرواية اليوم أصبحت هي التي تغزو المكتبات ومعارض دول الكتاب وكل المعارض الدولية للكتاب. نجد أن الرواية هي التي تأخذ حيزا كبيرا. لماذا؟ لأن ربما استطاع الروائيون المعاصرون أن يواكبوا ربما قضايا العصر، ربما استطاعوا أن يستفزوا شغف الشباب ببعض المواضيع التي تدخل ضمن اهتماماتهم. ربما استطاعت الرواية اليوم أن تتحدث عن الواقع الاجتماعي، بيد أن الشعراء قد بقوا في أبراجهم العاجية ولم يبقى الشعر ربما يعالج قضية اجتماعية، وربما الذي يستمع للشعر أو الذي يقرأ الشعر لا يرى في هذه القصيدة ولا يرى في هذا النص ما يعبر عن ذاته وما يعبر عن حاله. إذن فعل القراءة أو القراءة والمقرؤية في العالم العربي بصفة عامة وربما بشكل خاص في الجزائر يعني ربما ضعف في مجالات معينة وكثر في مجالات أخرى. إنما يعني مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للكبار يعني بإمكانهم أن يقرأوا الكثير من المواضيع والكثير من القضايا دون أن يلجأوا إلى قراءة كتاب واحد. يعني المطالعة فعل القراءة وفعل المطالعة يمارسونه.
بشروط معينة طبعا، لأن حتى المنشور في الفيسبوك على سبيل المثال أو في الانستغرام وفي غير المواقع لما يكون يعني الموضوع طويل جدا سيمل القارئ، فبالتالي لجأوا إلى ما يسمى بفكرة التغريدات مثلا على شكل تويتر. يعني الخوارزمية المبنية على عليها تويتر هي أن تكون عدد صغير من الكلمات، لأنهم يعرفون بأن هذا المتابع وهذا المطالع لا يستطيع أن يقرأ كثيرا. وهذا شيء مهم، أنت حينما تريد أن تحدثني عن موضوع تستفيض فيه وتثرثر فيه يعني بشكل كثير لا أرى يعني يختصر لي هذا الموضوع، وربما أعطيني الزبدة وأعطيني المختصر وأعطيني الجانب المفيد فيه، لأنه ربما يترتب مع مجموعة من المواضيع التي ربما تصل إلى المهتم وتصل إلى القارئ عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة. نعم، كيف يمكن ربما للآباء والأمهات يعني تأطير أبنائهم على يعني مواصلة وإعادة الرجوع إلى حمل الكتاب ربما للمطالعة؟ أنا أقول أن مشكلة المجتمع العربي والمشكلة ربما بعض أغلب البيوت الجزائرية لا توجد فيها مكتبات. نعم، لو ذهبنا وقرأنا وطلعنا على سيرة كل العلماء وكل الأدباء وكل المفكرين وكل المؤرخين لوجدنا أنهم انطلقوا من القراءة حينما وجدوا مكتبات في بيوتهم. نعم. يقلدون ربما آباءهم. وجود مكتبة في البيت تأخذ من ربما تؤثر بالنسبة إلى الطفل. أنا شخصيا لما كبرت وجدت والدي يعني رجل تربية، وجدت كتاب. وكبرت في أحضان الكتب يعني دون أن أتأثر بمثل هذه المواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. يعني المطالعة عندي بشكل دائم. مع الأسف نحن لا نؤثث بيوتنا بالزهور، نؤثثها بالزخارف، نؤثثها بالصحون وبالأواني، ولكن لا نؤثثها بالكتب. لدرجة أن الكثير من العائلات الجزائرية مع الأسف حينما يجدون كتابا يعني يقلقون. وأنا أعرف الكثير من زملائي الأساتذة ومن أصدقائي الشعراء والأدباء يعني يدخل كتابه بخفية عن زوجتي، لأنها ترى في هذا الكتاب ربما مضيع للوقت وربما مضيع ربما حتى وتبذير للمال وغيره، بينما صحن موجود في 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 خزانة الأواني ربما لا يتؤثر فيها، بالعكس يعجبها الشيء. كذلك الجانب الإعلامي الذي يفترض أن يقدم الكتاب دائما في الواجهة الإعلامية. مسلسلاتنا اليوم لا نقدم فيها، يعني كل البيوت الجزائرية التي تمثل ربما التي تظهر في المسلسلات وتظهر في الأعمال الدرامية والسينمائية لا تظهر فيها المكتبة تماما، وكأن هذا المجتمع لا يقرأ، وكأن هذا المجتمع ليست لديه علاقة بالكتاب. وجوده كصورة يعني وجود الكتاب في حد ذاته يعني سواء كان في الصورة الإعلامية أو حتى في الواقع في حد ذاته لا نستطيع أن نستغفل الطفل، ولا نقول بأن الطفل هذا الطفل لا ينتبه لهذا الكتاب، بالعكس هو ينتبه لهذا الكتاب. أنا قرأت كتب ربما يعني أستغرب في أنني قرأت كليلة ودمنة وأنا صغير، قرأت ألف ليلة وليلة وأنا صغير، حتى أنني كنت لا أفهم هذه اللغة ولكن يعني يستفزني هذا الموضوع، وكنت يعني ربما أنشغل بقراءة الكتاب الكبير. فيعني نحن دائما لا نحكم على الطفل قبل أن يعني نضعه في محل الاختبار. لم نختبر أطفالنا، هل أعطينا كتب لأطفالنا ثم وجدناهم امتنعوا عنها؟ لكن تركناهم هكذا يعيشون كما يعني ونرضيهم بالشكل الذي يسليهم. الخليج العربي اليوم والمشرق العربي انتبهوا إلى فكرة أخرى وأخذوا إلى أن يعني يتتبعوا كل سلوك، يعني بالنسبة للدراسات الأكاديمية مؤخرا يقول أن سلوك الطفل في مرحلة ما قبل 16 سنة دائما يجب أن يمارس فعل القراءة. فهم تتبعوا عملية يعني أو ظواهر سلوك الطفل وكيفوها مع القراءة، لدرجة أن حتى الألعاب التي يلعبها الطفل هي في حد ذاتها قصة. هي قصة يمارس فيها القراءة. وسبق أن قدمت أنا يعني مداخلة في ملتقيات عديدة مما يسمى بالأدب التفاعلي يتحدث عن هذا الموضوع بالذات، كيف يحقق الطفل فعل القراءة من خلال التطبيقات التي يمارسها كلعبة في هاتفه المحمول أو ربما حتى في التابلت وغيرها.
التطبيق كذلك هو لعبة في حد ذاته، لكن لا يستطيع أن يمارس أن يتجاوز تلك الخطوات إلا من خلال قراءة تلك القصة، بحيث أنه يصبح هو أحد أعضاء تلك الشخصية أو أحد أعضاء الشخصيات عفوا، وربما يكون هو البطل ويمارس يعني يدخل تلك المغامرة، وكل مرحلة يتجاوزها حينما يقرأ كيف يقرأ القصة، يقرأ الأحداث وغيرها، فهو يمارس فعل القراءة وهو يقرأ قصة، هي قصة تفاعلية بحد ذاته، وبإمكانه أن يقرأ 20 قصة في اليوم وهو يلعب 20 يلعب عفوا 20 لعبة. إذن كيف نقنع الطفل أو ربما كيف نتحايل معه ليمارس فعل القراءة، أو أنه كيف يقرأ؟ سيجد نفسه أنه يقرأ العديد من الكلمات في اليوم، يقرأ الكثير من النصوص في اليوم، يلعب الكثير من الألعاب مختلفة المواضيع مختلفة المشارب، ولكن في نفس الوقت هو يقرأ ويطالع القصص. مع الأسف دائما نحن نتصور أن الطفل دائما هو لديه، أو ربما الفتاة الصغير لديه دائما اهتمام بجانب القصة فعلا لأنها مسلية ومؤنسة ومشوقة وغيرها، ولكن لدينا أمر آخر، جانب الأناشيد ربما مهم جدا، المحفوظات التي هي تثري له دائما توجيهنا لتلاميذنا مع الأسف لقراءة القرآن الكريم لوحده، بينما القرآن الكريم ضروري جدا بالنسبة للطفل الصغير، ولكن معه أشياء أخرى حتى تمكنه من الاستزادة من الرصيد اللغوي، لأن لغة القرآن الكريم يعني لما ندرسها يعني هي لغة ربما قد الكثير منها غاب اليوم في ممارستنا اللغوية، قد لا نتأثر بالقرآن الكريم مع ما تأثر به الواقع العالم الاجتماعي وما تأثرت به اللغة العربية بعالم التكنولوجيا والعالم العصر المعاصر، فيجد ربما الطفل أن هذه اللغة غريبة عنه نوعا ما، بيد أنها هي ضرورة جدا، ضرورية جدا في حياته، في صلاته وفي عبادته، في تكوينه الديني، في عقيدته، في غيرها، في تنشئته وفي تربيته، ولكن هنالك مواد أخرى وربما مجالات أخرى يمكنه أن يقرأ منها ويطلع منها ويستفيد. نعم أستاذ، ربما سؤال، يعني الكتاب المدرسي الموازي هل يمكن أن يؤثر على الطفل ربما في مساعدته على المطالعة من خلال المراجعة أو الاستزادة ربما؟ نعم. شوف يا أنا أعتقد أن المنظومة التربوية يعني موفقة إلى حد ما حينما أدخلت ما يسمى بالوضعية الإدماجية، وهي عملية تشاركية بين المعلم والتلميذ والولي في المنزل. مع الأسف نحن يعني الأولياء وأغلب الأولياء يعني سمحهم الله لا يرون في هذا الأمر يعني جانبا له اهتمام، وربما يختلط الأمر الأمر بين الرعاية والنفقة. يجد نفسه يقول لك أنا خسرت على أولادي وقريتهم في اليوتيوب، أنت المشكلة فيك قريتها في اليوتيوب وأنك درت درس خصوصية، بالعكس أنت لازمتك أنت للدرسة، أنت للتحرص على التدريس وأنت تكون درس وفعل المطالعة والقراءة يجب أن يكون في البيت، يعني أنت غيرت له المدرسة وجبت له مدرسة أخرى، مدرسة قد لا تكون لا مهيئة لا بداغوجيا ولا علميا ولا حتى تكوين الأساتذة الذين يأتون بهم ربما غير متخصص في التدريس، لأن التعليم عندنا يعني يتطلب كفاءة عالية، وهناك مدارس الآن في الجزائر تدرس وتخرج يعني يتخرج منها أساتذة متكونون يعني تكوينا مميزا لمدة 5 سنوات أو ربما 4 سنوات، وهو يتكون ليكون أستاذا، يعني يتعلم كيف يكون أستاذ، يعني وهو يتخرج أستاذ للمادة كذا، أستاذ في الفيزياء، أستاذ في الرياضيات، ولكن نجد أن مجرد أنه يتقن الفرنسية ربما لأنه كان متخصصا في علوم معينة فهو يدرس الفرنسية ويدرس الإنجليزية ويدرس اللغة العربية ويتطاولون على هاتف خاصة في المدارس الخاصة لا سمحهم الله، لا أقول كلهم ولكن الأغلبية والكثير الذين لم يأتوا بنتيجة، بينما الولي يقول بأنني أنا يعني أنفقت على هذا الطفل وحرصت على أن يكون يعني أن يقرأ أو ربما يدرس بشكل جيد، بينما هي العملية يعني أراها في اعتقادي غير صحيح، يجب تصحيح الوضعية. الطفل يجب أن يدرس في البيت، ويجب أن يكون نفسه في البيت، وخاصة الذين يدرسون في المراحل يعني النهائية، خاصة في مرحلة الرابعة المتوسط على سبيل المثال، وربما الذين يدرسون في الثانوية لا يحتاجون إلى الدراسة في 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 في, في, في مدارس خاصة، للتأطير فقط يحتاجون إلى رعاية داخل البيت،
نعم. تتركه يعني نعم. يلعب ويلهو والأم في في لهية بشكل بحياة أخرى والأب يعني نعم. ربما متشرد ويتخابط في الشارع من مكان إلى نعم. مكان يعمل ويكدح من أجل ضمان لقمة العيش فعلا. ولكن أنت هؤلاء الأبناء الذين أنت يعني أنجبتهم وأنت نعم. مسؤول عنهم، هذه المسؤولية ربما قد لا يحس بها ولا يشعر بها الكثير، وربما فكرة نعم. المسؤولية غير صحيحة بالشكل نعم. الذي يتوجب عليه التكوين العلمي والصحيح بالنسبة للتلميذ وللطفل. يفترض أن نعم. تكون هناك ندوات في خاصة في المجتمع المدني نعم. ينبه الأولياء لمثل هذه الأفكار، جمعية نعم. أولياء التلاميذ التي تدرس ربما تواكب نعم. تمدرس التلاميذ لعلها لا تهتم بهذا الأمر بقدر ما تهتم بأشياء أخرى خارجية خارج نطاق التعليم والتدريس بالنسبة للتلاميذ. نعم شكرا لك الدكتور الأستاذ بشير غريب نائب رئيس بيت الشعر الجزائري، نلتقي بكم في مواعيد أخرى. شكرا جزيلا شكرا لكم أبيع. نعم مشاهدينا، والآن نترككم مع روبورتاج حول متحف باردو ونعود بعد قليل. في 1930 فتحت لأول مرة بناية الباردو الفحصية التي شيدت في بداية القرن 18 لصالح الأمير التونسي مصطفى بن عمر، وحولت آنذاك إلى متحف لمواضيع ما قبل التاريخ والإثنوغرافيا، حيث ضمت مجموعات تمتد من بداية العصر الحجري القديم إلى غاية فجر التاريخ. مجمل آثار تحصلنا عليها من الحفريات الأثرية لما قبل التاريخ، خاصة موقع عين حنش أو عين بوشريط في الصطيف، حيث يعد موقع عين بوشريط ثاني أقدم موقع في العالم، وتم تحديد تاريخه ب 2.4 مليون سنة قبل الميلاد. وتعاقب على ملكية قصر الباردو العديد من الحكام والنبلاء الذين عملوا على إسرائه كآغا بيسكرا وبيير جويي خلال الحقبة الاستعمارية، إلا أن الدهر وآثاره نحتوا ما بقي من هذه الموسوعات المفتوحة على الماضي، مما أزم السلطات إلى اتخاذ إجراءات مكلفة قصد ترميمه. القصر عرف ترميمات فدامت من سنة 2007 حتى 2012، قمنا به بترميم القصر بصفة عامة. العمل قام به مجموعة من الاختصاصيين سواء في التراث أو في الهندسة المعمارية بصفة خاصة. المواد التي قمنا بها بالبناء والترميم أيضا كانت منتقات بصفة خاصة. من بين التحديات التي يواجهها المتحف اليوم هو جلب أكثر عدد ممكن من الزوار، وفي هذا الصدد قام الباردو بتنشيط العديد من التظاهرات المتنقلة وورشات بيداغوجية موجهة للأطفال، كما نظمت محاضرات وأيام دراسية عديدة استقطبت باحثين وجامعيين من داخل الوطن وخارجه. عندنا عدة مشاريع، أهم المشاريع يعني عندنا مشروع هو إخراج الملكة تنهينان. ملكة تنهينان يعود تاريخها إلى القرن الرابع ميلادي، تم اكتشافها في أباليسا في تمنلاست 80 كيلومتر على مدينة تمنلاست من قبل باحثين أمريكيين وفرنسيين سنة 1925. تم نقلها إلى الولايات المتحدة وتم إرجاعها في سنة 1930 للمتحف. عرضت من سنة 1930 حتى 2012 تاريخ بداية الترميم في المتحف، أدخلناها في ليريزيرف، وإن شاء الله هذا المشروع سيرى النور إن شاء الله في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل. تبقى أن الدعوة موجهة إلى من بيده السلطة لإعادة النظر في تثمين المجموعات والسياحة المتحفية قصد تطويرها والحفاظ عليها.
نرحب بكم مشاهدينا من جديد، يلقاكم ركن حماية المستهلك بعد الفاصل. السلام عليكم مشاهدينا من جديد، نرحب وإياكم بالأستاذ سمير القصوري منسق عن المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده. أهلا بكم أستاذ. مرحبا. نعم. حياكم الله، حيا الله المشاهدين. نعم شكرا، مرحبا بكم. هذه الأيام أستاذ ربما نعرف تراجع في بعض المواد، أسعار بعض مواد الغذائية، ربما هو جهود منكم، حملات تحسيسية كثيرة قمتم بها. نعم في الميدان. نعم نعم، بعد بسم الله الرحمن نعم. الرحيم، نقول وبالله التوفيق. أكيد أنه المستهلك الجزائري لما يتوجه إلى السوق نعم. قد يصادف ثلاثة أنواع من المنتوجات. نعم. هناك الكماليات. نعم. وهناك الضروريات، وهناك الإلزاميات. نعم. حاليا ما وقع في السوق هو غياب الضروريات. نعم. وهذه الضروريات قد تغيب سواء كانت في الأزمنة الموسمية نعم. أو لظروف ما نعم. قد يسببها فاعل. نعم. في الماضي يعني في السنوات السابقة كان هناك قانون يحارب ذلك، وهو قانون المضاربة. نعم. لكن كان عبارة عن غرامات فقط. نعم. وأقصى عقوبة كانت عقوبة لسنة. حاليا نعم. لما السلطات المعنية تيقنت أن المضاربة قد تمس جيب المواطن نعم. وقد تمس حتى الاستقرار الاقتصادي وينتج عن ذلك مشقة للمستهلك، صعدت العقوبة وصنفتها كتصنيف إرهابي. لأن الإرهاب ما هو؟ هو يمس الاقتصاد والوطن نعم. والمضاربة وجيب المواطن إذا كانت منظمة نعم. فقد تمس الاقتصاد والوطن نعم. فتحولت العقوبة من غرامات مالية بسيطة إلى سجن ما بين 5 سنين حتى 30 سنة، بل قد تصل إلى المؤبد. ولهذا نحن نسعى عبر وسائل الإعلام لتعريف المضاربة أولا حتى يتجنبها التجار ولا يقعوا فيها، حتى يتوب من تسول نفسه سرقة دعم المواطن، وأيضا المواطن يعرف ما هي السلوكات هذه المضاربة حتى يساهم في التبليغ. نعم. كيف أستاذ ربما ساعدتم، يعني أعلمتم المواطن بضرورة يعني التبليغ عن هذه، كيف قمتم بتوعيته؟ نعم. 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 أولا قمنا بتعريف المنظمة عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام بالتوازي مع مديرية نعم. التجارة. المضاربة ما هي؟ هي كل سلوك فعلي أو قولي تجاري يمس بجيب المواطن نعم. أو باستقرار الاقتصادي للوطن نعم. هذا هو المعروف العام. ماذا ينتج عن ذلك؟ ينتج عن ذلك عدة أنواع من المضاربة نعم. أولا إذا قلنا هو إخفاء العمدي لسلع أو منتوجات معينة، قد تكون سلع مستوردة نعم. قد يكون سلع مصنعة هنا في البلد نعم. أو قد تكون يعني سلع لمواد أولية، فيقوم ذلك المضارب أو تلك المجموعة إذا صح القول بإخفائها نعم. قصد نية خلق تدبدب أو عدم الاستقرار في السوق الجزائري، فهذا يعد من المضاربة نعم. ثانيا إخفاء سلع غير مصرح بها. كيفاش نعم. نبسطها؟ قد يكون تاجر عنده مستودع غير المستودع اللي يكون في المحل دياله نعم. غير مصرح به غير نعم. لكن هو غير مصرح به نعم. فيروح يخفي هذه السلعة هذه. إذا أخفى تلك السلعة ولم يصرح بها فيعد من المضاربة نعم. أيضا هناك تجار يستعملون المواد المدعمة، والمواد المدعمة هما كنوعان، مواد مدعمة مقننة نعم. سعرها ثابت مهما تغير الزمان والمكان نعم. وهناك مواد مدعمة عفوا سعرها مسقف نعم. يعني ما بين سعر وسعر ولا يجب أن يتعدى السعر الأقصى. نحن نشهد دائما تدبدب الأسواق إلا في المواد المدعمة سبحان نعم. الله نعم. نحن لم نشهد مثلا تدبدب في الفول السوداني نعم. أو تدبدب في منتوج الشوكولاتة
أو تذبذب في المشروبات الغازية. صح. دائما نشهد أنه تذبذب يكون في المنتوجات الواسعة الضرورية الواسعة الاستهلاك وتكون أغلبها مدعم. فنقول أنه ذلك التاجر قد يستعمل مثلا الحليب ليس لغرض تجاري للمستهلك باش يستهلكوا نهائيا. ما معنى نهائيا؟ يعني لديه الدار ويستهلكوا، وإنما يبيعه لتاجر آخر بغية الصنع الجبن مثلا، أو استعماله في القهوة في مقهى أخرى. في مقهى مثلا أو في المطاعم. فهذا الثلاثة هذه الأنواع هذوما هما لغرض تجاري. نعم، والمثلجات أيضا. نعم، والمثلجات. نعم، كاين بزاف الناس اللي ما على بالهمش. نعم. فهنايا هذا يدخل في المضاربة، في الإنسان. نعم. يحرص فيقدر التاجر واش يقول لنا ويتواصلوا. نعم. معنا يقول لك أنا بصح ما كيفاش ندير، لأن القانون كان منذ زمن بعيد. نعم. متواجد. نعم. لكن لم يكن يعمل به. فتيقن أو فهم ذلك التاجر أنه من حقه يسلك هذاك السلوك، وهو لا كاين. نعم. حليب مخصص للصناعة، كاين زيت مخصص. نعم. للطهي في المطاعم. نعم. وهو الزيت الغير مدعم. نعم. كاين السكر هو مخصص للمقاهي وهو السكر غير مدعم. شكون هو؟ تكون أثمانه باهظة. هي ليست باهظة وإنما غير مدعمة. غير مدعمة. نعم. غير مدعمة. يعني كيفاش نعرفوها مثلا؟ نعم. السكر كيفاش نعرفه؟ على صاحب المقهى ما يستعملش السكر هذاك لو يتباع في المحلات، وإنما. نعم. السكر موضب نصيبوه في أكياس تاع 5 غرام. نعم. ونصيبوه في أكياس تاع 10 غرام يحطوا والمستهلك يستعمله. نعم. أو في الحلويات كاين هناك أكياس تاع 10 ولا 20 ولا حتى 50 كيلو غير مدعم. نعم. ما لازمش يستعمل أكياس المدعمة. لماذا نقول هذا؟ نعم. لأنه بمزاحمته للمستهلك. نعم. المستهلك يصيب روحه ما يقدرش يشري. دونك انسان تخيلي انسان يجي يشري الزيت. نعم. يجي يكون في مثلا في مساحات كبرى. نعم. يسبقه واحد يدي 20 ولا 50. نعم. بدون تاع زيت. نعم. ويجي رايح هو ما يصح له والو. نعم. هذاك اللي يدي 20 بدون ربما عنده مطعم. نعم. انتي باش فالانسان وشنو جا هذا القانون ليمنع هذاك الزيت المدعم وهذاك السكر المدعم. نعم. والحليب المدعم هو للمستهلك فقط. كيصيب المستهلك بأريحية هذه المنتوجات متوفرة هو ماشي يقتني 4 بيض نتاع الزيت وهو يسحق بدون. نعم. يكفي لمدة شهر أو. نعم. أكثر ربما. ما راحش. نعم. يحتاج 25 شكارة حليب في أسبوع، هو يستحق زوج ولا أقصى تقدير 4 شكار في اليوم. نعم أستاذ، هنا نتكلم عن لهفة بعض المواطنين على ذكر. نعم. 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 هذه اللهفة هي لهفة يعني مكتسبة. نعم. اكتسبها المواطن لفقدانه. نعم. الثقة. نعم. في السابق للسوق. نعم. نهضروا أمر الواقع يعني كامل لما يشوفوا فيها. نعم. لو كان طرح له السؤال تقول له أنت تحتاج كيسين حليب علاش شريت 8؟ يقول كان يخايف العشية ولا غدوة ما نصيبش. نعم. لكن الحمد لله الآن بمحاربة. نعم. هذا السلوك اللي هو سلوك المضاربة اللي عنده شقين. الشق هو اختفاء أو إخفاء المنتوج بغرض. نعم. المضاربة، والشق الثاني استغلاله في المصانع والإنتاج. نعم. كين حين هادوما بهذه القوانين الردعية أصبح الآن المنتوج في 58 ولاية متوفر. في الأيام القليلة لما يشوف المستهلك أنه هذا المنتوج متوفر فهو. نعم. يولي يقتنيه بأريحية وما تحكموش اللهفة. نعم، ربما يشتكي المواطن هذه الأيام من عدم توفر أكياس الحليب. ماذا؟ نعم. 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 ما رأيكم؟ عدم. نعم. جميل. عدم توفر أكياس الحليب هو لا يزال مشكل قائم. نعم، هو. نعم. لأمرين. أولا امتناع بائع مواد غذائية العامة. نعم. عن بيعه. نعم. بحجة أنه يجلب له المشاكل وما فيش. نعم. الفايدة. لكن أنا أقول لأخي البائع. نعم. أنا سميته أخي. لأخي البائع لماذا؟ لأنه هو عنده سجل تجاري مواد غذائية عامة. نعم. وإذا تبت أنه هو الوحيد في هذه المنطقة. نعم. وما جابش الحليب وخلق تذبذب في الأسعار فقد ينجر عن ذلك غرامة. غرامة. لأنه. نعم. اللي عنده سجل تجاري مواد غذائية عامة ويمتنع، أنا قلت يمتنع. نعم. مشي ما جابولوش. نعم. وإنما يمتنع عن بيع منتوج معين دون تصنيف العلامات. نعم. لا المنتوج معين بشكل عام مثلا يقولك أنا راني حر ما نبيعش الحليب. نعم. هذا مخالف للقانون وينجر عن ذلك قانون المضاربة. نعم. فالإنسان يحرص. الصنف الثاني
يقول لك انا ما راهوش يجيب لي الحليب الموزع او يفرض عليا انني الحليب نشريه مع اللبن، وبالتالي انا كبائع نفرضه على الناس كما فرضوه علي. نعم. على كل حال اولا ليست من شيء من الاسلام، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان لا نكون امعة. فقالوا ما امعة يا رسول الله؟ قالوا اذا احسن المرء احسن واذا اساء اساء. اذا هذاك السيد اللي جاب لك الموزع فرض عليك سلوك معين سيء، انت ما تفرضوش لانه فرضوه عليك، وانما عليك بالتبليغ. كيف نبلغ مدير التجاره او اسلاك الامن ان هناك موزع عنده رقم تسلسل للشاحنه المعينه فرض عليا، وانا ما نقدرش نفرض على المواطن لانه هذا سلوك يندرج تحت المضاربه. اذا سلك التاجر هذا السلوك فالحليب راح يكون في كل النقاط وايضا بكميه متوفره، ولا يكون هناك ما يسمى بالبيع المشروط الذي هو ممنوع في القانون. نعم. كيف ربما نتكلم عن ثقافة التبليغ التي ساهمت ربما في يعني حلحلة هذه المشاكل؟ نعم. نقص المواد الاستهلاكية. نعم. ثقافة التبليغ هي ثقافة حضارية. نعم. والإنسان كان بزاف اللي يحكمه يعني حرج، يقول لك أنا بالدرجة، يقول لك أنا ما نبيعش. نعم. لكن نسى أنه ثقافة التبليغ الله سبحانه وتعالى قد رسخها حتى في الحيوانات. والسبيل والدليل على ذلك هدهد سليمان عليه الصلاة والسلام. فحينما لم يستطع، عندما رأى منكرا، أن يغيره بيده أو بقوته أو بتصرفه، فقد بلغ سليمان عليه السلام. وبين قوسين سليمان عليه السلام كان لا يحتاج التبليغ، لأن الله سبحانه وتعالى سخر له الريح وسخره الجن لتنقله إليه الخبر. لكن ذلك الهدهد وش قال؟ ما دمت أنا رأيت المنكر ما نتكلش على واحد أخرين. لماذا أعطيت هذا المثال؟ لأنه كان بزاف هناك مواطنين يقول لك بالعامية، الناس كامل على بالهم، أنا وش علاش راح نقول؟ يقولوها، يقول لك بالعامية، يقول لك الدولة على بالها، كامل الشرطة على بالها، علاش أنا نبلغ؟ هدهد سليمان كان على باله باللي سليمان عليه السلام عنده كان الإمكانيات، لكن شارك معها لكي يساهم في دحر هذاك المنكر هذاك ويؤجر عليه. ثم أيضا الفرق بين التبليغ الآني والمراقبة. المراقبة قد تكون مبرمجة، بلك هذاك النهار المراقبين يجيوا يراقبوا ويصيبوا باللي كل حاجة بتمام. لكن انت لما تبلغ في هذاك الآنية هذيك، هو في دير في باله هذاك البائع هذاك المضارب ما كاش مراقبة هذاك النهار، فانت بمساهمتك تسرع عملية دحر ذلك السلوك. احنا واش درنا كمنظمة لحماية المستهلك؟ أنشأنا تطبيق اسمه تطبيق إشكي. بمجرد أنك تكون في تلك المكان، في ذلك المكان، وتكلم بهذاك التطبيق أو تبعث لنا صورة، تلقائيا من مواقع جي بي اس لجوجل ماب راح يحول المعلومات الآنية لذلك الموقع. والسرية التامة للمبلغ. هذه واحدة. ثانيا عبر شبكة التواصل الاجتماعي عندنا كل الصفحات الرسمية عبر الميسنجر ديالها. الإنسان يبعث صورة أو شكوى أو حتى طلب تفسير، هذه واحدة. ثالثا الرقم القصير اللي هو 3311 الخاص بالمنظمة والذي يضمن السرية التامة للمبلغ، وقد تم ذلك في 58 ولاية حيث نتلقى يوميا أكثر من 320 طلب استفسار أو طلب شكوى أو تبليغ. قلت شكوى وقلت تبليغ، ماشي كيف الشكوى يما يكون الإنسان منضر، هو انضر ويشكي. أما التبليغ تقدر تكون تمشي المنضر، لكن تشوف حاجة ماشي مليحة وتبلغ عليها. هذا هو الفرق. فعبر قلنا 3311 ونضمن لهم السرية، وهم بعد مراها إذا كان يتعلق الأمر ببائع نظامي نتواصلوا احنا مع المديرية تاع التجارة للولاية المعنية. إذا كان بائع غير نظامي فنتواصل مباشرة مع الأسلاك الأمنية لكي يتصرفوا وفق القانون المخول لهم. يعني التبليغ ديالك راح يساهمنا. والدليل على ذلك أن الولايات الغربية الأسبوع الماضي شهدنا عمل جبار قاموا به، يعني أسلاك الأمن بتوازي والمشاركة معنا، وتم إيداعه في التواصل الاجتماعي وأيضا في الإعلام. ودور ذلك لماذا يشاع هذا؟ حتى الناس اللي تكون ما تعرفش القانون ترد بالها،
اللي تكون ناوية تدير. نعم. تعرف باللي أو الناس هادو مرام شهروا بهم وهذا تشهير حسن. نعم. بغية الحد من هذا السلوك. نعم، هذا السلوك ربما الذي أثر نفسيا على المواطن، يعني أصبح جل همه المواد الاستهلاكية. نعم نعم، نعم. جانب النفسي. نعم، نحن نأكل لنعيش. نعم، هذا هو الأصل خاصة. نعم نعم، أصبح المستهلك يعيش. نعم. حياته اليومية ليأكل، وهذا لازم نعود نقلبوا المعادلة. لازم. نعم. المؤونة والمأكولات تكون وسيلة وليست غاية للعيش. نعم. نعم. هذه هي. نعم، شكرا جزيلا لكم الله. سيدي سامي القصوري منسق عن المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم. نلتقي في مواعيد أخرى إن شاء الله. بارك الله فيكم. شكرا مشاهدي، الآن ما لكم موعد مع ريبورتاج حول الملتقى الوطني لأعلام الفكر التربوي في الجزائر، ونعود بعد قليل. هو فضاء لأهل العلم والمفكرين والدكاترة، اجتمعوا هنا وبعد غياب لسنوات اجتمعوا قصد عمل مخطط للتعريف بأعلام الفكر التربوي في الجزائر. أولئك المفكرين الذين قدموا بحوثا وأعمالا تربوية قبل وأثناء الفترة الاستعمارية ولم نعرف لهم اسما. جاء هذا كمزوجة بين قسم الفلسفة المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة ومخبر التربية والإبستيمولوجيا. الطاقم أو اللجنة العلمية للقسم اهتمت بشكل خاص بفكر موضوع التربية لأنه يخص الراهن ويخصنا نحن كطبقة في المجتمع الجزائري أساتذة أن نهتم بهذا الشق. ويهدف الملتقى إلى حث الطلبة على تقديم بحوث أكاديمية حول أعلام الجزائر والنظر في الأصالة المعرفية والتراث العلمي الذي أورثوه. طبعا يعتبر شيخ أبو اليقظان أب الصحافة الجزائرية، لأنه عنده 8 صحف جرائد، ولكن الاستعمار الفرنسي طبعا أوقف كل هذه الصحف، وكان طبعا من الذين الأوائل وقائد لأول بعثة علمية مزابية جزائرية إلى تونس خضراء في 1914. اخترت واحدا من أعلام الفكر التربوي الجزائري الذي كان يعني مواجها ومتحديا لهذا النزعة الاستعمارية، فهو ما اخترت مالك عفوا اخترت محمد بن شنب، وكان عنوان مداخلته هو دور محمد بن شنب في المحافظة على التراث التربوي الإسلامي خلال فترة الاحتلال الفرنسي. وتعمل بعض مراكز البحوث والجمعيات المهتمة بالأصالة المعرفية في التعريف بهؤلاء الأعلام ودعم البحث عن سيرتهم التي تركوها. فطريقة التأليف المعجمي وإظهار هؤلاء الأعلام من خلال التأليف المعجمي سيكون وسيلة سهلة لتناول هؤلاء ومعرفتهم والاطلاع على سيرهم. فمن هؤلاء الشيخ بن باديس، من هؤلاء الشيخ البشير الإبراهيمي، من هؤلاء الشيخ طفيش، من هؤلاء الشيخ بن موهوب، من هؤلاء كذلك أبو اليقظان. كانت مداخلتنا تحت عنوان الفكر الجزائري قضايا وتساؤلات، فأجبنا عن تساؤلات مختلفة عن خصائص المفكر التربوي الجزائري، عن هل هناك مفكرين تربويين جزائريين، وأجبنا عن العلاقة ما بين
التربية في ما بين النظري والتطبيقي. تساءلنا لماذا لا تجسد الأفكار التربوية، وهل كل المشاريع التربوية تجد لها وقعا في الواقع؟ هذه تساؤلات وغيرها من حتى المعيقات التي تعوق دون تجسيد المفاهيم التربوية المنتشرة عند غيرنا أو عند تلك التي طالب بها علماؤنا وكبراؤنا من الذين صنعوا لنا مجد هذا التاريخ. وسيشهد هذا الملتقى بداية ميلاد أعلام الفكر التربوي في الجزائر، قصد التعريف بمعالم الفكر الحضاري الأصيل كوسيلة لبناء حضاري. أهلا بكم مشاهدينا، يلقاكم الآن ركن داء ودواء، نلتقي بعد فاصل قصير. كما عودناكم مشاهدينا تطل عليكم الدكتورة زهرة كبير الطبيبة العامة. أهلا بك دكتورة. نعم، صباح الخير مشاهدينا الأكارم، صباح الصحة والعافية إن شاء الله. شكرا دكتورة. موضوع الحديث اليوم هو الإنفلونزا الموسمية، يعني نرى انتشارها بشكل كبير. نعم نعم، نعم. أكيد أنه لا يفوتنا حتى يعني يبدأ موسم الشتاء والخريف. نعم. من قبل، ولا يفوتنا أنه نعم. لازم نتحدث على الإنفلونزا الموسمية. أكيد إنفلونزا موسمية لأنها في موسم، في هذا هو موسمها. والكثير منهم يتخوفها اللي كانت عنده ممكن يعني مضاعفات في نعم. الأعوام السابقة. كاين اللي يقول لك الانفلونزا يعني هي جوز ايام، ثلاث ايام، اربعه ايام ونكونوا ملاح. هل حقيقه هذه الانفلونزا؟ وهل حقيقه انه ما كل يعني اعراض اللي نشوفوهم مشابهه للانفلونزا هي انفلونزا؟ الحاجه الاولى اللي نبداو بها هي انه نقول الانفلونزا هو مرض فيروسي، والمعروف انه الامراض الفيروسيه امراض تستغني عن المضادات الحيويه. واليوم هذا واش حبيت اني نوضح الامر، انه الناس تهافت للصيدلانيات ويروحوا يشروا المضادات الحيويه وحدهم، يقول لك انا عندي لا غريب نروح نشري دواء. هذه من الاخطاء الشائعه. اولا نوضح شنو هي الانفلونزا، علاش نمرضوا بها، هل كل واحد منا مستعد انه يمرض بها؟ اكيد انه كل واحد في اي عمر يقدر يمرض بها. الاشياء اللي نتخوف منها هما كبار السن والاطفال الرضع لاقل من 6 اشهر. لانه يكون مناعتهم مازال ما تقواتش ولا مازال ما كملتش على هذا الفيروسات. كذلك نشوف كذلك هذه الاعراض كيفاش نصيبوها. هي اعراض معروفة كسيلان الانف واحمرار الانف كذلك، وممكن الام على مستوى يعني الحنجرة. والشيء اللي يتقلق منه كثير من الناس هي الحمى. الحمى تتفاوت من بين 38 درجة حتى 40-41 درجة، خاصة بالنسبة للاطفال الصغار. وهنا وين يكون التخوف او يدق ناقوس الخطر اللي هذاك الفيروس يقدر يتحول الى امراض او امراض صدريه. او ممكن بنمونيا خاصه بالنسبه للاطفال. ولا الناس اللي عندها امراض صدريه يعني يستوجب يعني اعطائهم مضاد حيوي. لا هنا دوك نوضح الامر. انه ماشي لانه علاش، وكان نتكلم ونقول انه نمدوا المضادات الحيويه تولي الامهات تتهافت للصيدلانيات، اعطيني هذا ويوزن وليدي 8 كيلو اعطيني. هذا هو الشيء الخاطئ. علاش المشكل الكبير اللي اليوم اضطريت اني نتحدث عليه ماشي الانفلونزا. الانفلونزا نقول لك ديري تيزانه، تقولي لي لا تعيطي حتى في الهاتف، قولي دكتور كبير عندي كذا وكذا، لانه نخاف نتخوف اني عندي مثلا زملائي، ولا لانه هو فيروس يعني عادي. نقول لك بلي خذي تيزانات وريحي، وخذي بعض اللي يعني مسكنات كيما الباراستامول مده يومين ثلاث ايام وتولي عاديه. لكن بعد يومين ثلاث ايام، لانه المعروف انه الفيروسات ثلاث ايام وتولي يعني في حاله مناعتك اللي راح تقاوم. لكن الان مناعتنا كيفاش راهي مهدده؟ نقدر نقول ممكن مهدده بالانقراض. لماذا؟ لانه الناس راهي تاخذ هذه المضادات الحيويه. والمعروف انه المضادات الحيويه مع انه هو ماشي موضوعنا، لكن دائما نتحدث عليه، انه المضادات الحيويه هي لما تجي تهدم راح تهدم كل اشياء موجوده، سواء يعني في الجسم ديالنا حميده او غير يعني معروفه او غير حميده.
بين قوسين انه نقول انه الاشياء، لانه كاين البريبيوتيك، كاين اللي بعض يعني المواد اللي الدافع هي على الجسم ديالنا، كذلك تروح تهدم الكريات البيضاء لانه هناك دفاع، وبالتالي راح تمسح كلش هذيك المضادات الحيويه. وهنا نقولوا دور الجسمنا وشنو هو. ربي سبحانه خلق لنا الجسم ليدافع في اي مرض. كيفاش راح يعبر على هذاك المرض او على هذيك الانفلونزا؟ قلنا انه هذا يعني التعبير العادي تاع الحمى اللي هو منبه باللي هناك فيروس او حتى يقدر يكون بكتيري، لكن باش نقولوا فيروس انه كاين اعراض اخرى وكذلك تكون موسميه. كذلك نقدروا نكونوا ربما استاذه السؤال فقط يهم المشاهد، ما هي الاعراض التي تستوجب اعطاء المضاد الحيوي؟ نعم راح نقول انه وقتاش احنا لازم علينا نكونوا يعني نقولوا لازم علينا ممكن الطبيب في الاستعجالات ولا ممكن الاستشفاء. الناس اللي عندها مناعتها ضعيفه، امراض الناس اللي تاخذ ديال لا كيميوثيرابي يعني الدواء الكيميائي، الناس اللي عندها بعض السرطانات، المراه لما تكون حامل، هنا كذلك لما تكون الحمى اكثر من 38 سنه عفوا 38 درجه لازم عليها تروح عند الطبيب، طبيب العام اكيد او طبيب الاسره. لما كذلك الاطفال اللي تحت 6 اشهر ولا حتى الاطفال نقول بصفه عامه، وقتاش يستوجب علينا الطبيب الاطفال او طبيب العام لما يرفض طفل صغير تحت 6 اشهر انه يرضع، لما نشوفه بلي ما راهش يشرب لنا الماء، لما يولي فيه تقيؤ كنقولوا واسهال، هنا تولي حاله استعجاليه. دونك هنايا لازم علينا نتوجهوا الى استعجال، يعني في حالات اخرى لا نعطي يعني مضاد حيوي. لا نعم، حتى وان كان درجات الحراره مرتفعه، حتى وان تكون 40 حتى الايام الاولى 3 ايام او 72 ساعه الاولى، هنا لازم علينا نحبطوا كما نقول بالعاميه. حتى دائما لما يجونا اطفال نقول لهم صبروا 3 ايام، فوق 3 ايام عاودوا يقولوا الا ما كانش هناك تحسن ولا ممكن ضعف. كذلك لازم في هذوك الثلاث ايام تكون الراحه، شرب الماء يعني بكثره، اخذ الحساء يعني معروف علينا احنا حتى جداتنا امهاتنا لما واحد يكون بلا غريب يديروا له يعني شربه حاره وتكون كذلك بالدجاج تقوي المناعه، باش تقوي المناعه وتطرد هذيك الفيروسات. نقول كذلك انه هذا الفيروس في كل عام راح يتغير، معناها هما ثلاث فيروسات كل عام يتغير، معناها ما كاينش دواء باين لهذا الفيروس. وكان هكاك نصيبوا دواء وخلاص، لكن كل عام راح يتغير هذاك الفيروس، لكن يبقى انفلونزا عفوا او تبقى لا غريب او يبقى نقولوا زكام اللي يكون خفيف. ما هو الفرق بين دكتوره بين الانفلونزا والزكام؟ ربما هي نفس الاعراض. نقولوا في انفلونزا والزكام نفس، لكن انفلونزا تكون اكثر قوه، معناتها يحسلها كما نقولوا احنا المريض اكثر من الزكام. الزكام فيه هو عباره عن اكثر من 200 فيروس، معناها الفيروسات معروفه، لكن الانفلونزا راح يكون تغير دائما عندنا مفاجات فيه. كما كان كمثلا الكورونا اللي هو فيروس ويسبب لنا امراض يعني تنفسيه، هنا يعني التخوفات. كذلك الفرق انه الانفلونزا الموسميه تقدر تكون مصاحبه ببعض الالام على مستوى المفاصل، تقدر تكون بعض يعني هذيك الفشله ولا يعني التعب، خاصه لما يكون ديجا المريض متعب من قبل، راح يكون يعني كما قلت انه يحسلها هذيك لاغريب ويقولوا لك التزمنا يعني الفراش 3 ايام 4 ايام، شيء عادي ما كانش دواء سحري اللي راح ينحينا الانفلونزا في يعني كما قلت دقيقتين او في يوم واحد. وماذا دكتوره عن الدواء المأخوذ الذي يعطى في الصيدليات ربما؟ شوفي هو الأدوية المأخوذة أنا دائما نقول أنها عبارة عن يعني أو أنصح أنه هذا المريض أنه يأخذ فيتاميناته المكتسبة من الغذاء ديالو، دائما نقول هكا حتى أنه نقدر نوجد الجسم ديالنا قبل ما يجي هذا المسألة بلي في فصل الخريف يعني كاين فصل خريف وفصل شتائي، هو ابتداء من شهر سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر، هذا هما 4 أشهر اللي راح تكون يعني معنية بهذا الإنفلونزا، راح تكون يعني ايام صعبه. لكن الحمد لله الان كاين حتى اللقاح اللي حنتكلم عليه ان شاء الله، اللقاح اللي ضد الانفلونزا الموسميه، هل هو يعني ينصح به لجميع الاعمار؟ اكيد من 18 سنه حتى كاين الاطفال، لكن لفئه خاصه معناها عندهم امراض اللي يستوجب عليهم يقوموا بهذا الانفلونزا، لكن اكثر من 18 سنه
اللي لازم عليهم يديروا هذا يعني نعم. اللقاح، خاصة الناس اللي متعودة كل ما تمرض بالإنفلونزا راح تصيب مثلا مضاعفات نعم. يعني حتى كما قلتي سألتيني الإنفلونزا والزكام هي نفس الأعراض لكن ليس نفس المضاعفات نعم. معناها المضاعفات كل واحد كيفاش رايح، يقول لك أنا نهار نمرض لا غريب نقعد 15 يوم ونولي ما نقدرش نتنفس ضيق التنفس نعم. كذلك من الأشياء اللي لازم يستوجب علينا أنه نروحه نعم. إلى المستشفى. دونك هنا تولي دائما حتى لما نجو نديروا لقاح نعم. الانفلونزا الموسمية الفاكسان أنتي غريبال باش يفهمون نعم. هذاك لازم يجوز عند الطبيب، راح ناخذوا تما نديروا كونسلتاسيون معناتها فحص عام ونشوفوا، وحتى التاريخ المرضي إذا كان عنده دواء لازم يديه معه، إذا كان عنده بعض الحالات نجد عزوف الكثير يعني عن التطعيم العزوف نعم. اللقاح نعم. شوفي يعني انا كانت عندي بعض يعني التجربه، وكانت عندي تجربه في هذا التطعيم نعم. في اول مره يعني كان في 2016 2015 كان شويه تخوفات، لانه دائما نقول لهم بلي ما تجيبوش المعلومه من مصدرها نعم. حنا نحن شعب كلنا نتكلم في كل شيء نعم. يعني نتكلموا حتى في الصحه نعم. ونقولوا انه لا خلي مناعتك تدافع نعم. اكيد حنا ماناش رايحين نقضوا على المناعه بهذا نعم. هذا التطعيم نعم. راح يكون ان شاء الله موضوع خاص للاسبوع المقبل على تطعيم أو اللقاح ضد الانفلونزا نعم. نقول انه هذا راح يعاون المناعة لبعض الفئات نعم. مثلا اذا كنت رايحه مثلا في عندي صحه الحمد لله ما نمرتش بزاف بلا غريب نعم. لكن حبيت نسافر لبلد اللي نعم. فيه درجه حراره منخفضه نعم. نروح ندير اللقاح نعم. ديالي راح يساعدني، والمعلومات نعم. المتداوله والخاطئه اللي دائما يقول لك نعم. لو كان ديروا هذا العام لازم كل عام ما كانش منها، معناتها راني نحكي لانه كاين هذا الاسبوع وبدا بدينا يعني في التطعيم عنده اكثر من 20 يوم اللي بدينا نديروا اللقاح نعم. ويعني الحمد لله كاين اللي موالفين يجوا راهم يجوا، واللي لكن لازم علينا نزيد ونوعوا ناس نعم. ولازم نوجهوهم، لانه المريض ولا حتى المواطن العادي ما لازمش يكون مريض نعم. حتى المواطن العادي لو كان ما نورولوش ونوضحوا له المعلومه ماشي من حاجه يعني الحمد نعم. لله من هاد يعني القنوات اللي دائما نوضحوا هذا الامر. كذلك نقول باللي الانفلونزا لا تقتصر على فئه معينه نعم، وماشي معناها كما مرت هذا العام العام الجاي ما تمرش، حنا رانا نكبروا كما نقول لهم المرضى ورانا نتغيروا ومناعتنا راهي دهورت ما بين أخذ الأدوية وما بين أخذ الغذاء الغير صحي، نقول الغير صحي حتى ونانا نجتهدوا باش ناخذوا غذائنا يعني كما يجب، ودائما هناك نقائص نعم. معناها الإنسان لما يكون في وعكة صحية لازم عليه مثلا الناس المقبلة على عملية جراحية دائما نعم. نقول لهم أنت شحال وأنت تستنى في العملية الجراحية من بعد، ولا حتى تكون عملية نعم. جراحية يعني بسيطة بسيطة ومن بعد راك مرت بلا غريب، على بالك بلي هذاك البروتوكول يعني الصحي اللي راح تجوز نعم. عليه راه رايح يلغى، وراح ممكن حتى بعد 15 يوم دائما لما الواحد يمرض بالانفلونزا نعم. لازم بعد 15 يوم باش يقدر يقوم بالعمليه الجراحيه ولا شيء اخر ما عدا المراه الحامل نعم. لما تكون المراه الحامل الحمى اللي هي تخوفوها نعم. وما كاش نقل فيروس من الام يعني الى الجنين نعم. لا عادي، لكن في العائلة لما تكون الأم ترضع تقدر تعدي وليدها، وهنا نعم. دائما ينصحوهم لازم تكون الكمامة أو القناع نعم. الواقي، وكذلك لازم تحمي نفسها أولا نعم. باش تقدر تحمي رضيعها باش ما ندخلوش في مضاعفات نعم. لو تكلمينا دكتورة عن الغذاء الصحي قبل حصول إنفلونزا نعم أهميته نعم. احنا دائما قلت لك أنه ربي سبحانه وجد لنا كل شيء نعم. احنا عندنا كل حاجة قدام أعيننا نعم. أنه في هذا الفصل لما يبدأ شهر سبتمبر يعني أكتوبر الحمضيات نعم. موجودة نعم. بكثرة نعم. وهي أغنى يعني مادة بالفيتامين نعم. سي نعم. والفيتامين سي لما نتحدث عليه هو مضاد الأكسدة نعم. معناها مضاد الأكسدة أنه رايحين نتخلصوا من كل الشوائب نعم. دونك هنايا لما الغذاء نحب هنايا يعني نعزز مناعتي خاصة في هذا الفصل نعم. هو أخذ بعض تيزانات اللي ناخذوهم نعم. معروفين اليانسون أو أي تيزانة نقدروا ناخذوها في الأخر، ونزيدوا لها بعض الليمون شرائح الليمون نعم. نقدروا ناخذوا العسل الحر يعني الحقيقي في الصباح أو شربة يعني عسل قبل الإنفلونزا نعم.
هذه قبل وفي وبعد أثناء. يعني نعم. أثناء يعني حتى لما يعني يكون نعم. واحد بالإنفلونزا يعزز منعته نعم. يعزز نعم. منعته بهذا الأشياء. كذلك الأكل اللي نقدر نكتروا فيه هو كل ما هي خضر شديدة الإخضرار والإحمرار نعم. معناها ما حاش نقولها هكذا، لكن لما يروحوا يشروا هني يقدروا يشروا مثلا كما الفلفل ولا قولي لي الفلفل الأحمر نعم. ورائع كذلك للإنفلونزا. بعض الدراسات اللي نعم. حتى قالوا انه القهوه والشاي، الشاي نعرفوا انه مضاد الاكسده كذلك الشاي الاخضر نعم. كذلك يساعد في يعني تعزيز هذا يعني الجسم او المناعه باش ما نقعدوش بمده طويله بهذا الانفلونزا، وحتى وكما نقول لهم تمرضوا بها راح تكون حاجه خفيفه. نعم، يعني نداءك ربما طبيبه نعم. للعائلات يعني عند الحصول انفلونزا نعم. يعني لا يتجهوا الى الطبيب نعم خاصة يعني هذه نعم نعم بارك الله فيك. انا كنت حابه ان نقول فقط نقطه مهمه في الروضات نعم. في الروضات والمدارس نعم. انه الاطفال لما يكون شويه برك برك تحبوا يغلقوا النوافذ، الاطفال انا لما نعم. هم للروضات ممكن يكون عندنا نعم. انا مثلا انا مريضه بالانفلونزا مثلا ومن بعدك وليدي راهو تعدى ونزيد نبعثوا للروضه، على بالك شحال من عائله راح تتعدى، معناها على الاقل يشدوهم يومين ثلاث ايام يعني 72 ساعة حتى ما تكونش هذيك الانكيباسيون ولا ما يكونش يعني فترة حضانة الفيروس نعم. خاصة وبعدتك راهي حتى التلميذ لما التلميذ يمرض ويروح للمدرسة راح يعدي الأستاذة، الأستاذة راح تكون في تغيب نعم. معناها هنا ماذا بينا كل نصيحة لأنه نعم. كل نعم. واحد يكون عنده انفلونزا معليش أنه يريح في داره يومين ثلاث أيام من نعم. بعد يعني إن شاء الله، وحتى إلى راح واضطر أنه يعمل يدير كما كنا نديرو في لو مازلنا يعني حتى نعم. الان نديرو القناع الواقي في الكورونا، والكورونا كانت هي عباره عن فيروس لانه الفيروسات راح تكون العدوى ديالها عن طريق الهواء كذلك نعم. او نزيد نذكر نفسي والجميع يعني المستمعين والمشاهدين نعم. غسل الايادي مهم الايادي وضروري. مهمه جدا خاصه بالنسبه لاطفالنا وان كان تصرف بسيط ولكنه اي تصرف اللي نقوم به واش نقدروا نتوشوا لازم غسل الايادي نعم. لانه غسل الايادي مع حتى ونستعلوا حتى والاخر ونكونوا نصافحوا كش واحد نعم. ولا نلمسوا كش واحد هنا باش ما تكونش يعني نقطعوا هذيك العدوى تاع الانفلونزا. شكرا دكتوره شكرا. نلتقي بك في مواعيد شكرا. اخرى ان شاء الله. مشاهدي الان نترككم مع فسحه من الكلمه الطيبه ونرجع بعد قليل. نعم نعم مشاهدينا نأتي الآن إلى نهاية هذا البث المباشر. نعم يطيب الكلام بمدحك فعلا ويلهم قلبي شعرا ونثرا، يطيب الكلام بمدحك فعلا ويلهم قلبي شعرا ونثرا، محمد نور يضيء المداد ووجهه بدر يسامق بدرا، محمد نور يضيء المداد ووجهه بدر يسامق بدرا، عليك الصلاة عليك السلام، عليك الصلاة عليك السلام، حبيب ضلوعي وأغلى غرام، حبيب ضلوعي وأغلى غرام. ملكت القلوب قرونا طويلة وذكرك يعلو بكل مكان، وجئت بدين الإله دليلا بمصباح هديك عم الأمان، ملكت القلوب حبيب القلوب طويت الغروب وعتم
الظلام طويت الغروب وعتم الظلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام حبيب ضلوعي وأغلى غرام حبيب ضلوعي وأغلى غرام